بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد خير خلق الله أجمعين. أهلا وسهلا بكم أعزائي المتابعين في هذا الشرح الجديد والدرس الجديد من دروس موقعكم وقناتكم قناة المفيد. في هذا الدرس إن شاء الله سوف نتعلم أفضل طريقة للاستمتاع بنظام الأندرويد إلى جانب نظام الويندوز. إن شاء الله في هذا الدرس سوف نقوم بتثبيت نظام الأندرويد إلى جانب نظام الويندوز، وحتى لا تطول مدة هذا الفيديو ننتقل مباشرة إلى الشرح. أهلا بك مجددا. طبعا إذا كانت هذه أول زيارة لك لهذه القناة فلا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة، فهذا يسعدنا كثيرا. وننتقل إلى شرح خطوات تحميل برنامج الأندرويد. كل ما عليك هو أن تدخل لهذه الصفحة، رابط الصفحة ستجد إن شاء الله مباشرة أسفل الفيديو. بعد دخولك للصفحة تأكد من هذا الاسم، يعني فونيكس أو إس أنستال، فونيكس أو إس أنستال. ولديك خيارين للتحميل، يعني لديك سيرفر لتحميل، لديك موقع ميجا وموقع جوجل، يعني أنت حر اختار أي موقع تريد التحميل منه. تضغط على داونلود بهذه الطريقة، سيتم نقلك مباشرة إلى موقع ميجا. ستقوم مباشرة بالضغط على تنزيل وسيتم تنزيل البرنامج لديك. ما تلاحظون عملية التحميل انطلقت الآن. أنا سبق لي أن قمت بتحميل البرنامج، لهذا لن أعيد تحميله مرة ثانية. ومباشرة بعد تحميلك للبرنامج ستحصل عليه بهذا الشكل. ستقوم ب الضغط بالزر الأيمن للفأرق وتقوم بتشغيل هذا البرنامج كمسؤول، يعني تقوم بتثبيته. سيتم تثبيت البرنامج بطبيعة الحال بالطريقة العادية. ستظهر لك هذه الصفحة، تقوم مباشرة بالضغط على أنستار، وبعد ذلك تختار الهارد الذي تريد تثبيت الويندوز عليه. أنت لك الحرية اختار ما تريد، يمكنك تثبيته إلى جانب النظام، فهذا لن يعني إذا ثبتته إلى جانب النظام فلن يقوم بحذف الملفات المتواجدة أو البرامج المتواجدة بالنظام. سوف أقوم بتثبيته بجانب النظام، يعني على القرص، ثم بعد ذلك أضغط على نيكست، وبعد ذلك يعني تختار المساحة التي تريد يعني منحها لهذا البرنامج. يمكنك التحديد على 8 جيجا أو 4 جيجا، يعني حسب مثلا حسب فراغ القرص لديك. مثلا لدي 30 جيجا فارغة، يمكنني التحديد فقط على 8 جيجا أمنحها لهذا البرنامج، أو يمكنني التعليم على 16 جيجا. ثم بعد ذلك أضغط على أنستالي وأنتظر إلى أن تتم عملية التثبيت. وكما تلاحظون أعزائي المتابعين تم الآن تثبيت البرنامج بطريقة صحيحة. سنضغط على روبوت ناو، سيتم الإقلاع من البرنامج. سنضغط على روبوت ناو كما تلاحظون، وسيتم إعادة تشغيل الجهاز، وسيظهر لك خيارين، إما أن تقلع للويندوز وإما أن تقلع للأندرويد. كما تلاحظون سيتم الآن تثبيت نظام الأندرويد. فهذه يعني هذه عملية التثبيت تكون فقط في المرة الأولى، أما في المستقبل فيمكنك يعني الإقلاع مباشرة لنظام الويندوز أو لنظام الأندرويد مباشرة، ولن تحتاج دائما إلى تثبيت أو تنصيب نظام الأندرويد على الحاسوب. ستنتظر بعد الدقائق ليتم تثبيت نظام الأندرويد بشكل صحيح. ثم مباشرة عزيزي المشاهد الإقلاع إلى نظام الأندرويد. كل ما عليك هنا تحديد اللغة، يعني بعض الخطوات البسيطة، تضغط على Next، ثم بعد ذلك تضغط على Accept، وبعد ذلك إذا كانت لديك شبكة يمكنك إضافتها أو يمكنك الضغط على Skip، ثم بعد ذلك تضغط على Skip Anyway، ويعني يعني تختار اسم هنا مثلا، أي اسم مثلا اسمك أو أي شيء.
كما تلاحظ عزيزي المتابع، ثم تضغط على فينيش. وكما تلاحظون تم الآن تثبيت نظام الأندرويد على الحاسوب. يمكنك تنصيب البلاي ستور، وإذا نصبت البلاي ستور فيمكنك تنصيب أي تطبيق يعني على الحاسوب بلاي ستور. كما تلاحظ عزيزي المتابع سنقوم بتنصيبه. سأحتاج إلى تشغيل الواي فاي أو الإنترنت لكي أتمكن من تنصيب البلاي ستور. سأدخل هنا كلمة المرور للشبكة، ثم بعد ذلك سأضغط على كونكت. ستقوم بإدخال البيانات الخاصة بالإيميل الخاص بك كما تلاحظ عزيزي المتابع، ثم تضغط على نيكست. في هذا المكان تقوم بإدخال بيانات أو كلمة المرور الخاصة بك كما تلاحظ عزيزي المتابع، ثم تضغط على نيكست وأضغط على أي أجري وأضغط على أكسبتي يعني أزيل الباكاب وأضغط على أكسبتي. وكما تلاحظون أعزائي المتابعين دخلنا إلى البلاي ستور، ويمكننا تحميل أي برنامج نريد والاستمتاع به على نظام الأندرويد. وإذا أردت العودة إلى نظام الويندوز، كل ما عليك هو أن تضغط في هذا المكان في الأسفل، ثم تضغط على شوت داون يعني الخروج، وسنعود إلى نظام الويندوز. نقوم بتشغيل الجهاز، سنختار يعني هنا يمكنك اختيار الدخول إلى نظام الأندرويد أو فونيكس أو الدخول إلى نظام الويندوز. سندخل مباشرة إلى نظام الويندوز كما تشاهد عزيزي المتابع، سنقوم بالدخول. سنجد البرامج، سنجد الملفات، سنجد كل شيء كما هو. عدنا الآن من جديد إلى نظام الويندوز كما تشاهد عزيزي المتابع، لم يتم حذف أي برامج أو ملفات، كل شيء بقي كما هو. وإذا أردنا العودة إلى نظام الأندرويد، كل ما علينا هو الضغط فقط على هذه الأيقونة الذي نصبها البرنامج على سطح المكتب ستار فونيكس، وسيتم الإقلاع مباشرة إلى نظام الأندرويد. وفي هذه المرة فالإقلاع إلى نظام الأندرويد لن يأخذ منك فقط يعني سوى 30 ثانية أو أقل حسب الهارد الذي ثبت عليه نظام الأندرويد. وبهذه الطريقة أعزائي المشاهدين ستتمكنوا من تثبيت نظام الويندوز ونظام الأندرويد يعني كتثبيت أساسي، ولن تحتاج إلى برامج يعني لتقوم بتثبيت الويندوز عليها أو نظام الأندرويد عليها كبرنامج وهمي. وهذه الطريقة هي من أفضل الطرق للاستمتاع بالنظامين، نظام الأندرويد على الحاسوب وكذلك نظام الويندوز الذي لا يمكن لأي شخص الاستغناء عنه. وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذا الدرس وهذا الشرح. نلقاكم إن شاء الله في درس آخر وفي شرح آخر. إلى اللقاء.